في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما الاتجار الغير شرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، تزامنا مع ذكرى إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، وردت إلى مصالح المقاطعة معلومات مفادها تواجد كميات معتبرة من هذه المواد المحظورة على مستوى مخزن بقطاع الاختصاص، عليه باشرة عناصر مصالحي تحريات معمقة والتي كللت بضبط وحجز كمية معتبرة من هذه المواد، قدرت ب 208245 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأحجام والأنواع، كما قدرت القيمة الإجمالية لها بما يفوق المليار و500 مليون سنتيم. العملية كللت بإيقاف المشتبه فيه الرئيسي في القضية في حالة التلبس، والذي بعد استيفاء ملف إجراءات جزائية سوف يتم تقديمه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الود.